تمام العاشرة، موجز لأهم الأخبار. يستقبل الجزائريون كسائر البلدان الإسلامية أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هجري. وبالمناسبة هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمة له مساء أمس الشعب الجزائري في الداخل والخارج بحلول الشهر الفضيل، حامدا الله على تخفيف وطأة الوباء علينا هذا العام، حيث أصبحت البلاد تعيش وضعا مستقرا بفضل الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، وهو ما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار واسع للوباء. وفي هذا المقام ذكر السيد الرئيس المواطنين والمواطنات بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية. رئيس الجمهورية دعا الشعب الجزائري إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل للتقرب من الله عز وجل وتقوية أواصر التضامن والأخوة، اعتزازا بقيم ديننا الحنيف واقتداء بأجدادنا والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير. وتحسبا لهذا الشهر الفضيل، مرافق ومنشآت دينية تعززت بها ولاية الجزائر، حيث دشن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بالقبة مسجدي مالك بن أنس وعبد الله بن رواحة ومدرسة قرآنية مهيئة بمختلف المرافق الضرورية. كما أشرف الوزير على تدشين مسجد اليقين بسحاولة. هذه الخطوة تأتي من أجل تهيئة الظروف والأجواء الإيمانية للصائمين والمصلين في هذا الشهر الكريم. إلى قطاع السكن، وفي سياق الجهود المبذولة للقضاء على السكن الهش، تم بوهران توزيع 8886 وحدة سكنية من مختلف السياق، وتعد هذه العملية من أكبر عمليات الترحيل التي تعرفها الولاية، وقد مست بعض القاطنين في السكن الهش والغير اللائق في انتظار استكمال إنجاز باقي الوحدات استجابة للطلبات المودعة على مراحل. هذا وقد تم برمجة عمليات ترحيل مماثلة تشمل أغلب بلديات الولاية، مما يحقق التوازن المطلوب. في جديد الوضعية الصحية بالجزائر، سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 104 مرضى للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا وإلى آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم، حيث نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن وباء كوفيد-19 بلغ مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في بضعة أشهر في حال اتخاذ الإجراءات السليمة، حيث تجاوزت عدد الوفيات في أوروبا عتبة 1 مليون وفاة منذ بدء انتشار الجائحة، استنادا إلى السلطات الصحية لكل بلد. يأتي إعلان المنظمة في ظل تجاوز ألمانيا عتبة 3 ملايين إصابة وسط دعوات الحكومة بتشديد صارم للإجراءات من أجل احتواء الوباء. في تطورات الملف النووي الإيراني، اتهمت طهران أمس إسرائيل بالوقوف وراء الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، متوعدة بالانتقام وتكثيف أنشطته الذرية. من جهتها أكدت واشنطن أنها غير متورطة في الهجوم على مفاعل نطنز، والذي قالت بشأنه تقارير إعلامية أمريكية أنه تسبب في تدمير كلي لشبكة الطاقة بالمنشأة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية تواصلت أعمال العنف والتخريب بمدينة مينيابوليس لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة المحلية، ما أدى إلى إلحاق خسائر معتبرة بعديد المرافق والمحلات في المدينة. الشرطة من جانبها نبهت إلى أن الشرطية التي أطلقت النار على الشاب خلال عملية اعتقاله أخطأت في استعمال السلاح، حيث أنها عوضاً من استعمال جهاز الكهرباء الساعق استخدمت سلاحها الناري، وهي التبريرات التي لم تقنع المحتجين. وفي كوستاريكا تحول العلاج بواسطة الخيول إلى ظاهرة حقيقية للتخلص من شتى الأمراض المزمنة، ويقوم أحد الخبراء بالإشراف على علاج المرضى ضمن حصص تستمر الواحدة منها لمدة 45 دقيقة، حيث حقق نتائج مشجعة جدا في علاج الإعاقات الحركية الناجمة عن جلطات دماغية، إضافة إلى الانهيارات العصبية، الاكتئاب والقلق. يشار أن تجارب أثبتت فعاليتها مؤخرا في علاج الأطفال المصابين بالتوحد بواسطة ركوب الخيل. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.